بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى المعصومين المظلومين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، قلبي يقل من الهموم، جبالها وتسيخ عن حمل الرداء متوني، وأنا الذي لا أجزع لرزية لولا رزاياكم بني ياسين. تلك الرزايا الباعثات لمهجتي، ما ليس يبعثه لظى سجين. كيف العزاء لها وكل عشية دمكم بحمرتها السماء، والبرق يذكرني وميض صوارم أردتكم في كف كل لعين، والرعد يعرب عن حنين نسائكم في كل لحن بالشجون مبين. يندبن قوما ما هتفن بمثلهم إلا تضعضع كل ليث عرين. السالمين النفس أول ضربة، والملبسين الموت كل طعين. لا
عيب فيهم غير قبضهم اللواء، لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اشتباك الحرب قبض ضنين. سلكوا بحارا من دماء أمية بظهور خيل لا بطون سفيني، لو كل طعنة فارس بأكفهم لم يخلق المسبار للمطعون. خذ في ثنائهم الجميل مقرضا، فالقوم قد جلوا عن التبين. هم أفضل الشهداء، هم أفضل الشهداء والقتل الأولى مدحوا بوحي في الكتاب مبين. ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين. بالطف كي يروي الأولى فوق القنا رفعت مصاحفها اتقاء منوني. جعلت رؤوس بني النبي مكانها وشفت قديم لواعج وضغون. اسم الله حرز الله على ابن الهاشمية قلة انصار الغاطرية، قلة انصار وقلة معين واحبه، ويسمع بالمخيم مصونات تندبه. قلبك شحاله لو تشوفه يلتحب ايد على خاصرته وغلوع منحنية. وقف على تلك الأجساد يصرخ بصوت يا رجالي ما تقعدوا، يا شبيخ جني ما قدم لي الميمو، وحدة تخليني وعلى الغبرة تنامون. هانت عليكم وحدتي يغلي الحمية، والمنة يذوب القلب ويشيب الراس لما النظر ذاك الغضم فرواه في الباس. قال لانكسر ظهري بهالنومه يا عباس، لحد يا شياه آل العلم تبقى رميه. الامر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إلى روح من اجتمعنا لتأمينه ولسببه، رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في واسع رحمته، وأن يحشره مع من كان يتولاه من محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يحتسبه عنده في عداد الشهداء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير، ويجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الضروري أن يعرف الإنسان المؤمن ويعرف الإنسان المسلم المفاهيم القرآنية والمفاهيم الدينية والمفاهيم السماوية والمفاهيم الإسلامية معرفة صحيحة وواعية. ولا يمكن للمفاهيم أن يكون الإنسان واعيا بها وعارفا بها إلا إذا أخذ المعرفة والعلم والدراية من خلال رؤية الدين ونظرة الدين. في بحث العلم وفي بحث المعرفة هناك مدارس فكرية مختلفة، كيف يصل الإنسان إلى المعرفة؟ كيف له أن يكون عالما، أن يكون عارفا؟ المعرفة في حقيقتها هي الوصول إلى حقائق الأشياء. المعرفة في تعاريف الفلاسفة وفي تعاريف العلماء تعريفات مختلفة. طبعا بما أن المسألة خاضعة للعلم وخاضعة للبحث وخاضعة للنقاش، فتجد كلا يدلو بدلوه في هذا الباب. الفلاسفة يعطون تعريفات مختلفة للمعرفة، وعلماء التربية يعطون تعريفا خاصا للمعرفة، وعلماء النفس يعطون تعريفات مختلفة للمعرفة، على اعتبار أن كل ميدان في العلم وكل علم يحتاج إلى أول الأمر أن يعرف هذا العلم. ولكن في واقع الأمر المعرفة اختصارا هي الإلمام والوقوف عند الأمور الإجمالية أو الأمور التفصيلية
لأمر ما، مثلا معرفتنا بالدين، معرفتنا بالعقيدة، معرفتنا بأصول الدين، معرفتنا بفروع الدين، معرفتنا بالقرآن. في واقع الأمر هناك معرفة إجمالية مجملة، كذلك فيما ارتبط بعلم الفقه هناك من يعرف الأمور الفقهية إجماليا، وهناك من يعرف الأمور الفقهية تفصيليا. فالأول يقال عنه مقلد، والثاني يقال عنه مقلد، مرجع مجتهد، وهكذا. معرفتنا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا هناك معرفة إجمالية، يعني بالإجمال نعرف حياة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو الخطوط العامة ما يعبر عنها بالبنود العريضة، هذه المعرفة الإجمالية. هناك المعرفة التفصيلية التي يمتلكها المتخصص في تاريخ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. في كل علم هناك معرفة إجمالية وهناك معرفة تفصيلية، في كل ميدان، في كل تخصص، حتى فيما يرتبط بتخصص الطب. أنا على الدكتور موجود أبو راشد الله يحفظه إن شاء الله يحميه. في الطب هناك تخصصات، فتقولون هذا الطبيب طبيب، طبيب عام. أكو واحد لا، طب عام لكن في المقابل متخصص، عنده خصوصية، متخصص في جانب معين. لا فقط مو متخصص، متخصص واستشاري في نفس الوقت، فهذا علمه يختلف عن علم طبيب العام، وهكذا. حتى في جانب الاطمئنان والثقة من قبل الناس يطمئنون إلى المتخصص، يطمئنون إلى الاستشاري، وليس كل استشاري. هذه النظرة أيها الأحبة موجودة في القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم: هم درجات عند الله. حتى فيما يرتبط بالشخصيات الدينية، وعلى رأس الشخصيات الدينية الأنبياء والرسل وأوصياء الأنبياء. الأنبياء والرسل أيضا يتفاضلون، لذلك القرآن الكريم يقول: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. هذه خصوصية لموسى، هم درجاته عند الله. وعلى رأس الأنبياء والرسل سيدنا ومولانا ومقتدانا رسول الله محمد. حتى بالنسبة للأنبياء ليسوا على درجة واحدة من المعرفة ومن المقام ومن المكانة، لذلك الله حينما يخاطب نبيه الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم الخمسة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. لا يقول فاصبر كما صبر الأنبياء، رغم أن صبر الأنبياء صبر عظيم، هناك من نشر بالمناشير، هناك من أصحاب الأخدود، قصة أصحاب الأخدود،
قصة واضحة وقصة شاهدة في التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يخدون الأخاديد يعني الحفر العميقة في الأرض ويسمرونها بالمسامير بالحديد الحاد، ويرمون فيها الأنبياء وأوصياء الأنبياء ومن آمن بهم. ولكن القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هناك تفاضل، هذا التفاوت وهذا التفاضل لا لنقص في باقي الأنبياء، إنما في حكمة الله سبحانه وتعالى أنه بهكذا كيفية الحياة تكون. وعلى رأس هؤلاء يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شرف المعرفة المتكاملة: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أعطاه خصوصية، خصوصية تلك الزيارة الروحانية العظيمة، الإسراء والمعراج. ثم في سورة النجم يقول: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، ثم دنا فتدلى. تدري تدلى يعني شو؟ ثم دنا يعني اقترب، تدلى واحد يقول تدلى يعني شو؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتدلل على الله، بمعنى الله أمره اتدلل. شاف واحد لا تحبه تقول له اتدلل، قول. شوف القرآن الكريم جميل يتحدث ويا النبي: ثم دنا فتدلى. شوف القرآن، شوف الإمام زين العابدين في دعاء الافتتاح ماذا يقول: مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. مدلا يعني أنت جعلتني أتدلل بالدعاء وبالمناجات وهكذا. فالمعرفة أيها الأحبة تتفاوت، والتفاضل يتفاوت حتى على مستوى الأنبياء. وبهكذا كيفية الله واقتضت حكمته ذلك. إذا تأتي إلى أصغر مسألة في الوجود، أصغر ذرة في الوجود من أكبر مجرة في الوجود، تجد هذا المعنى موجود. فالمعرفة يعبر عنها القرآن تعبيرات عديدة، يعبر عنها تعبيرات عديدة، أحياناً تعبيرات فكرية، أحياناً تعبيرات عملية. من التعبيرات الفكرية: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. فيعبر عن المعرفة بالحكمة. وما هي الحكمة؟ الحكمة هي وضع الشيء في محله، وضع الشيء في نصابه في محله يعتبر حكمة، هذا تعريف الحكمة. فلذلك ورد في الأحاديث عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة يعني رأس المعرفة، لأن الحكمة هي شدة المعرفة، هي عمق المعرفة. لذلك يقول هذا حكيم. في السابق ولا الآن بعض البلاد العربية يسمون الطبيب ماذا؟ حكيما. ليش؟ لأن شغله دقة، لأنه التصرف في الأبدان كالتصرف في الأديان. لذلك من هنا تعبير أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. إن الإمام علي عليه السلام يريد أن يقرب المعقول بالمحسوس. المحسوس شنو؟
مثال الطبيب الذي أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، الآلة اللي عالج بيها أو اللي شرح بيها، شلون دقة عنده في التصرف، دقة في العملية، دقة في العلاج، يقرب بهالصورة المحسوسة المعقول. المعقول شنو؟ وجود النبي ومعرفة النبي وحركة النبي في الوجود، طبيب دوار بطبه. لذلك هذه أيضا من صفات نبي الله عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه وعلى أمه أفضل الصلاة والسلام، أنه سائح في الأرض. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء كلها، وإلى نوح في عزمه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وإبراهيم في خلته، قول الإمام الصادق: واتخذ الله إبراهيم خليلا قبل أن يتخذه رسولا، وفي عيسى في سياحته. سياحة شنو؟ لذلك سيدا وحصورا كان، لأن المسؤولية الملقاة على عاتق عيسى، المسؤولية لا يمكن أن تكتمل إذا كان عيسى عند عائلة أو عند زوجة أو عند عيال وما شاكل من ذلك. لذلك اقتضت حكمة الله أن يكون عيسى سيدا وحصورا، لا لعلة فيه في تكوينه، لأن إذا كان نقص في نبي، حتى لو نقص مادي يعتبر نقص، حتى لو مرض يعتبر نقص، يعتبر نقص ولا؟ فإذا اعتبر نقصا لا يعتبر نبيا. هذه عقيدتنا، النبي يجب أن يكون متكاملا، لو لم يكن متكاملا، لو كان فيه نقص، ما يقول عن رب العالمين بل رفعه الله إليه، لأن الإنسان الناقص لو ذرة نقص الله ما يرفعه. من هنا يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الإيمان والمعرفة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعريفات المعرفة في القرآن: الحكمة وهي أساس المعرفة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من تعريفات المعرفة في القرآن الكريم أيضا قوله تعالى، وهو تعريف عملي، قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني المعرفة، ثمر من ثمار المعرفة الخشية، خشية الله. والخشية يعبر عنها إمامنا الصادق عليه السلام كما في تفسير قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال إمامنا الصادق عليه السلام: أيكم أصوب عملا، ومن الإصابة خشية الله سبحانه وتعالى. وهناك تعريفات كثيرة في القرآن الكريم، لكن أعطيتك شاهدين هنا. الشاهد الأول في تعريف المعرفة، تعريف فكري وهي الحكمة، وتعريف عملي وهي الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. المدارس الفكرية اختلفت في تعريف المعرفة أو الأبواب التي يؤخذ منها المعرفة، وهي الوصول إلى حقائق الأشياء. تشوف صنعة معينة تحدد النظر فيها، صنعة لو مادية، اجي إلى لوحة فنية ألوانها متناسقة، ريشة الفنان هاي ريشة عظيمة جدا، فتستدل من خلال جمالها على جمال من؟ على جمال مبدعها صانعها. وهكذا ينتقل بك الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوجود، إلى هذه اللوحة في الخلق، لتعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. أبواب المعرفة: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون،
زين انت شوف العملية، رب العالمين يقول لك حدد النظر وافتح ليك باب ونافذة من نوافذ المعرفة. شنو هالنافذة من نوافذ المعرفة؟ يعرف الله لنا المعرفة بأنها التفكر، تفكر من الفكر، والفكر كما يقول العلماء الفلاسفة هو إعمال العقل في قضية معينة. الله أعطاك عقل تعمل العقل، تشوف لوحة جميلة تستدل والله هذا خشرة ساق، تشوف صنعة نجارية خشبية جميلة تستدل على قوة هذا النجار، تشوف مبنى هندسي رائع تستدل على حكمة هذا المهندس، تشوف هذا الطبيب كل ما راحوا لناس شافاهم الله سبحانه وتعالى تستدل على حكمة هذا الطبيب. ترى إنسانا، ترى أخلاق إنسان معين. لذلك الإمام الصادق يقول الأخلاق كل ما سمت دل ذلك على سعة المعرفة وسعة العقل، والأخلاق كلما فسدت. فحوى كلام الإمام الصادق في كثير من رواياته سلام الله عليه، يقول إذا رأيت إنسانا صاحب خلق دل ذلك على رجحان عقله، وكلما رأيت إنسانا متهتكا بعيد عن وجوهكم الكريمة دل ذلك على قلة عقله. العقل مكان المعرفة، ومكان ترجمان المعرفة أخلاق الإنسان، لسان الإنسان، سمع الإنسان، نظر الإنسان، ذوق الإنسان، ذوق العلم، مشيته، تعامله، وهكذا. التعامل كلما كان تعاملا جيدا، والمشية كلما كانت مشية هادية. لذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. شو اللي خلاهم يصيرون؟ لأن عندهم معرفة، عندهم تعلق بالله، معرفة متكاملة. فهذا التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقته. شوف رب العالمين ما يتكلم كلام سطحي، رب العالمين يتكلم كلام عمق. الإنسان مجبول على حب الجمال، صح لو لا؟ من ضمن الغرائز يقولون، يقول بعض العلماء يقول من أهم وأقوى الغرائز في وجود الإنسان حب الجمال، مجبول على حب الجمال. ليش؟ لأن من الذي خلق الإنسان؟ رب العالمين. نقرأ في دعاء البهاء اللي هاي الأدعية هذه مواسمها بعد جاينا شهر رمضان، دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. مصدر كل جمال في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، أي شيء تشوفه جمال مصدره الله سبحانه وتعالى. الله يقول يا إنسان أنت تعيش هذا الجمال في غرائزك، وإلا حتى الإنسان اللي ما يعرف الله، حتى الإنسان الذي هو غير موحد ما يعرف الله سبحانه وتعالى، إذا تسأله تعطيه صورة قبيحة وصورة جميلة، تعطيه منظر قبيح ما إلى هدف ومنظر جميل، وين نفسه بتروح؟ للمنظر القبيح لو المنظر الجميل؟ لذلك ورد إن الله جميل يحب الجمال. هذا الإنسان اللي ما عرف الله سبحانه وتعالى ميز بين القبيح وبين شنو؟ الجميل. بهكذا غريزة ميز بها القبيح، رفض القبيح وأخذ الجميل. شنو منو اللي خلاه على الغريزة؟ الله خلى لك هالغريزة كمعرفة، كباب للمعرفة، كنافذة للمعرفة تصل من خلالها إلى الله سبحانه وتعالى. أعرابي يمشي في الصحراء وهو يمشي فقال الأثر يدل على المؤثر، البعرة تدل على البعير، ثم قال سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، ألا يستدل ذلك على وجود خالق حكيم لهذا الوجود؟ إذن المعرفة في وجود الإنسان. لذلك احنا علمونا يعني دائما يكررون حتى الخطباء ودائما يكررون الشياب، لا يقول لك العلم في العالم، صح ولا لا؟ العلم
في العالم. أمير المؤمنين يقول المعرفة والعلم وأبواب المعرفة وأبواب العلم موجودة في كيانك. أتحسب أنك جرم؟ جرم يعني الشيء الصغير، جرم. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ العالم كله موجود في الإنسان. فلذلك نسوا الله فأنساهم أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. رب العالمين يقول لك انظر، فلينظر الإنسان مما خلق. يجي لنا أيضا باب من أبواب المعرفة في القرآن النظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أفلا ينظرون إلى الإبل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وهكذا. زين، يقول أحد الفلاسفة بأن أهم أبواب المعرفة اللي نصل إلى المعرفة، المعرفة الدينية لتعبر المعرفة عن طريق الوحي. السواحل يقول المدارس الأخرى يعني في المعرفة. نعم، هناك المدرسة التجريبية، نعرف الأمور من خلال التجربة. نعم، هذا نافذة ويؤيدها الإسلام إلى حد ما. هناك نافذة ومدرسة تعرف الأشياء من خلال عشقها. زين، من خلال عشق الأشياء تعشق الشيء تعرفه، صح لو لا؟ إذا إنسان أحب شيئا عرفه، عرف تفاصيله والأمور الإجمالية والتفصيلية. وقالوا بأن المعرفة تكون من خلال الحس، يعني من خلال الأمور الحسية، حواس الإنسان يعرف من خلالها الأشياء. وهكذا مدارس متعددة. أما المدرسة الدينية ومدرسة عن طريق الوحي، وهذا الكلام ليس تزمتا ولا تعصبا، أقول أن تعرف الحقائق من خلال الوحي، من خلال السماء. لأن الإنسان لو عرف حقائق الأشياء من خلال التجربة مثلا، التجربة إذا كانت بعيدة عن الله سبحانه وتعالى وما فيها روح السماء، شي يصير؟ يصير قنبلة هيروشيما مثلا، مثال واضح. علم متطور، علم وحكمة، وصل إلى صناعة قنبلة ذرية، لكن لأنها بعيدة عن الله شنو صار؟ وبال على الناس. وهكذا أسلحة متطورة اللي نسميها احنا أسلحة الدمار الشامل، لأنهم بعيدون عن الله صار هذا السلاح شنو؟ وبال. حتى العلم إذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، العلم لوحده لا يكفي، التجربة لوحدها لا تكفي، مدرسة الحب والاستشراق مثل ما يقول بعض الفلاسفة، يعني أنا أعرف الأشياء من خلال استشراقها، من خلال حبها. الحب إذا ما كان لله يصير مدمر. في الرواية من أحب شيئا أعمى بصره أو أعشى بصره، لأن بعيد عن الله. لكن إذا كان قريب من الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. سئل الإمام الصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، هل في الإسلام حب؟ حب في الإسلام موجود. سواحد يقول حب يعني هاي مال أشجار ومال حبك وتحبيني وكذا. لقصد الإمام الصادق: هل في الإسلام حب؟ قال: وهل الإسلام وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ لذلك الحب إذا ماكو ركيزة، ماكو الله مشكل. العلم إذا ماكو الله مشكل. سياسة ماكو الله مشكل. كل شيء في الوجود ماكو الله مشكل. فلذلك المعرفة الدينية معرفة عن طريق الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع يعني معرفة، اتباع معرفة، يعني أنت عرفت أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبرئ للذمة، الله يقبل. وهكذا. زين، بعد ما عرفنا كل هذا، انجي لبعض المفاهيم، بعض المفاهيم التي محل جدل واسع.
من ضمن هذه المسائل اللي محل جدل واسع، الإنسان المسلم المؤمن بالله حينما يموت، يموت على عقيدته، يموت على تدينه، يموت وفي رقبته بيعة لإمام زمانه، وهذه رواية لا يختلف عليها المسلمون، من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، هذه الرواية موجودة في كتب علماء السنة. الرواية بلفظنا من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن نحن نشترك أن المسألة، مسلمين كلنا نشترك أن المسألة بيعة الإمام واجبة، نشترك أن اللي يموت ولا في رقبته بيعة لإمام يموت ميتة أو يموت ميتة الجاهلية أو ميتة جاهلية. إذا نحن مش مختلفين، وين الاختلاف صار؟ الاختلاف صار في مفهوم الإمام. زين احنا اختلفنا الآن في مفهوم الإمام، وين نروح كمسلمين إذا اختلفنا؟ شوف القرآن شو يقول، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون، ما يصيرون مسلمين، ما يصيرون مؤمنين حقيقة الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شجرة يعني شنو؟ شجرة جاي من الشجار، من الشجرة. شجرة شنو؟ شجرة لأن أغصانها متشابكة مع بعضها البعض، صح لو لا؟ متشابكة. فلأن الاختلاف سواء كان هذا الشجار بالأيدي تتشابك الأيدي، وإذا كان الشجار أو الجدال فكري تتشابك الآراء وهكذا. فسمي الاختلاف في النقاش شجار، أو في قضية معينة شجار، لأن كل يشتبك مع الآخر. اختلط الحابل بشنو؟ بالنابل، مثل ما نعبر. الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، تصير حكم. حكم شنو؟ حكم يعني تأخذ قرار، مثل حكم الملعب يأخذ قرار لو لا، لازم يحتاج إلى معرفة. حتى هذا الحكم الرياضي يحتاج إلى معرفة، يحتاج يقرر هذا، والقرار يأخذ في 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 ثانية واحدة. حتى يحكموك، أن تكون حاكما بمعنى أنه لا يتعدى على حكمك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن إذا اختلفنا في شيء الردة إلى الله وإلى الرسول كما يقول القرآن. الآن إحنا نشترك في أنه ما يصير نموت وليس في عنقنا بيعة لإمام حسب رواية الفريقين. نفهم شنو، نسأل من هو هذا الإمام؟ يجي نسأل القرآن الكريم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا لنا عابدين. واحد، صفات صبر العبادة. اثنين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن وحي من الله، تسديد من الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، يقين بالله. أرجوك، هل يمكن أن تكون هذه الصفات في كل واحد، في كل إنسان نصب نفسه على مر التاريخ الإسلامي؟ يصير الجعل من الله، مثل ما جعل أنبياء ورسل، جعل أئمة. تعال إلى الجواب التفصيلي في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم. صفة واضحة. خاف يقول واحد كل المؤمنين، لا، تنزل الآية ولها سبب نزول، أن المتصدق بخاتمه هو ممن عنته الآية الكريمة، علي بن أبي طالب. ثم يفصل أكثر ويقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ما يصير الله يقرن طاعته
وطاعة رسوله ويقرن طاعة إنسان بالرسول وبه ويكون متهتكا، ما يصير هذا عقل، الله أتعبدنا بالعقل. ما يصير اللي قارع الخمر يكون إمام، ما يصير اللي سجد لصنم يكون إماما على الناس، ما يصير. هذا دين، نعم الإسلام يجب عما قبله، صحيح كل هذا صحيح، لك ما شئت أن تكون عبدا، أن تكون مؤمنا، أن تكون أن تكون عالما، لكن ما تكون خليفة الله ورسوله، لأن هذا دين. شنو يقول لقمان؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. الشرك شنو؟ ترى الشرك لو لحظة واحدة تغمض عينك وتفتحها قدام الصنم وتعبده كأنك عبدت الصنم مثل اللي عبد الصنم 100 سنة، خلاص واحد يفتح عينه وغمضها عبد الصنم ويجيه الأجل ويموت، مات كافرا. واللي 100 سنة و300 سنة يعبد الصنم، يعبد الصنم ويموت، نفس الشيء. عند الله في ميزان الله أن يكون إنسان في هذا المكان، مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو ثانية واحدة ما أنت مؤهل، قال لا ينال عهدي الإمامة، لا ينال عهدي الظالمين. من الظالم؟ قال إن الشرك لظلم عظيم. هذه المفاهيم أيها الأحبة يجب أن نتنبه لها جيدا، عندنا مفاهيم نعرفها من خلال القرآن، إنجيل القرآن، نسأل من مات ولم يعرف إمام زماني، يعني موت ميتة جاهلية إذا أنا ما حط في عنقي بيعة يزيد بن معاوية، ما يصير، هذا دين. وهكذا إنجي نسأل القرآن عن كثير من القضايا. زين إنجي نسأل، عندنا روايات تقول من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات دون ماله مات شهيدا، من مات دون عرضه مات شهيدا. يجي بعض يقول لا، شنو من مات على حب آل محمد مات شهيدا؟ شنو هذا الكلام؟ مع العلم أنهم يروون روايات. واحد سأل أحد علمائهم، قال لي أخي كان عند جدار، عند جدار البيت، واحد جاي بالسيارة مسرع واصطدم بهذا الحائط، قام هذا الحائط وسقط على أخي، شنو حكمه؟ هل نعتبره؟ إجوا ناس العزاء، إجوا ناس يعزون، أسمع ناس يقولون هذا أخوكم ولدكم شهيد، لأن العلماء يقولون شهيد، أنا جاي أسألكم هل هو شهيد؟ قالوا نرجو، أجاب أحد علمائهم قال نرجو أن يكون شهيدا. هو شهيد؟ قال ليش؟ قال لأنه مصداق من مصادق الهدم، لأن النبي يقول، يروي الرواية، النبي يقول من الشهداء المطعون، المطعون والغرق وصاحب الهدم والقتل في سبيل الله. بعد طور المسألة قال لا، إذا كان هذا بسيارة وانقلبت به السيارة صار شهيدا، إذا هذا يمشي بالشارع وجت سيارة صدمته وانقلب يحسب شهيدا، وما شاكل من ذلك، دون تفاصيل شنو كان يسوي في دنياته، شنو كان يسوي. هسه من تقول من مات على حب آل محمد مات شهيدا، الله يقومون الدنيا وما تقعد الدنيا على شنو؟ ليش؟ القرآن الكريم يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وإن كان تأويل هالآية الكريمة تؤول بالإمام الحسين المظلوم القتيل والإمام صاحب العصر والزمان الآخذ بالثأر، هكذا مفاهيم نسأل القرآن عنها. الإمام علي هم يروون عن الإمام علي أيضا، الإمام علي قال كل موتة يموتها المسلم فهو شهيد والشهادة تتفاضل. يعني نقول من مات على حب آل محمد مات شهيدا له أجر الشهيد،
بس بشرط الإيمان، غير شرط الإيمان. معنى ذلك المسلم إذا يموت أي موتة فهو شهيد، لأنه مرتبط بالإسلام والشهادة تتفاضل. فهي الهوسة تقام الدنيا ولا تقعد على كثير من القضايا التي يؤمن بها الكثيرون ويعتبرونها من قضاياهم ومن من من تراثهم ومن ثقافتهم. الإسلام أمر بذلك. سنهول المسألة. لماذا نهول المسألة؟ وأفضل القتل الشهادة في سبيل الله. من مصاديق سبيل الله إنسان يقوم بخدمة مجتمعه الإسلامي، هذا إنسان يفقده المجتمع، ألا يكون شهيداً؟ لأن شهيد بعمله، بوجوده، بدينه. الإمام الحسين سلام الله عليه الذي مثل الشهادة بكل فصولها، مثل جهاد الكلمة وقال كلمة حق عند سلطان جائر، مثل شهادة الغربة، جهاد الغربة، السلام عليك يا غريب كربلاء، مثل جهاده بالمال، جهاده بالنفس، جهاده بالولد، جهاده بالدم، كل موازين الجهاد مثلها الحسين سلام الله تعالى عليه. كل شيء سوى. بعد ذلك الجنداءات وتقول خرج على دين جده يقتل بسيف جده. الجنداءات تخطئ الحسين سلام الله عليه. انت تستغرب؟ انت تستغرب ان يخطئون بعض القضايا التي تؤمن بها؟ اصلا خطأوا الامام الحسين سلام الله عليه. امام الحسين ما سلم من نقدهم ومن سيوفهم ومن ألسنتهم ومن أقلامهم، بس بقى الحسين سلام الله عليه. قالوا خارجي، قالوا خرج على دين جده، قالوا بس الحسين أعلنها. لن تشد عن رسول الله لحمته، لن تشد، يعني ما راح تقتلع مهما سويتون وقلتون أنا خارجي وخرجت على دين جدي، لن تشد عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة معه في حظيرة القدس تقر بها عينه وينجز بها وعده مهما يسوون. هي الحقائق حقائق، المعرفة معرفة، ما ممكن إلا عند الدين وعند القرآن، ما ممكن يغلب أبدا. لذلك الحسين سلام الله عليه يوم كربلاء وقف ذلك الموقف مكذب متهم، اتهموا اتهامات عديدة. لما أن أعياهم صبر الحسين، أعياهم حجة الحسين، أعيتهم دلائل الحسين، حجج الحسين أعيتهم، كل شيء سوى الحسين أمامهم وحاكمهم قبل أن يحاكمهم الدهر، قبل أن يحاكمهم التاريخ حاكمهم الإمام الحسين. وهذا نتعلم من الإمام الحسين، شي يسأل الإنسان شنو خلل التاريخ، خلل الزمان؟ لا، أن تقف، أن تقول كلمتك. الحسين لما قالوا له ما ندري، قال يا عقبة ابن سمعان تعال علي بالخرجين، طلع الخرجين فيهم كتب، رمى الكتب أمامهم، هذه كتب الواحد والاثنين والمئة والمئتين، كلها توقيعاتكم يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجر، يا فلان ويا فلان، هذه كتبكم، أن اقدم إلينا. هذا دليل. وأعطاهم الأدلة. آخر شيء يقول حميد بن مسلم، خرج علينا الحسين يوم كربلاء بهيئة غير هيئة الحرب. شو يريد يقول الحسين؟ طلع علينا وإذا به يرفع شيئا أمامنا. يقول حققنا النظر أم عنا النظر؟ وإذا به القرآن. ليش حامل القرآن أبو علي؟ قال هذا كتاب الله بيني وبينكم، انسبوني من أنا. تريد تعرفني؟ اسأل القرآن، اسأل آية التطهير، اسأل آية الإطعام، اسأل آية المودة، اسأل آية الولاية، اسأل آية الطاعة، اسأل الآيات. هذا كتاب الله بيني وبينكم، انسبوني من أنا،
ثم ارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، فانظروا هل يحل لكم قتلي وسفك دمي؟ اسألوا ما إن لو سألتموه أجابكم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سلوا زيد بن أرقم، سلوا أبا سعيد الخدري، يخبرونكم جميعا بمقالة جدي عني وعن أخي الحسن، وإن لم يكن ذلك حاجزا لكم عن قتلي وسفك دمي وانتهاك حرمتي فإني لا أرى الموت. أعلنها مدوي الحسين وحاكم قتلته قبل قتله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة. واقف بذلك الشموخ، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. والحسين على بوغاء كربلاء كل يجبل الآخر، في الرواية كل قبيلة كانت تعتمد على القبيلة الأخرى لقتل الحسين سلام الله تعالى عليه. شمث بن ربعي أو لعله زجر أو خولي ابن يزيد يقول أقبلت إليه كي أحتز رأسه، فرمقني الحسين بطرفه فرأيت عين رسول الله في عين الحسين، فارتعدت فرائصي وسقط السيف من يدي، رجعت إلى مركزي. هكذا كان الحسين. اليوم الحسين حتى في التاريخ يرهبون من الحسين. شاعرنا يقول فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها. هذا سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. أما شاعرنا أحد مشايخ البحرين القدماء شو يقول؟ يقول وتظل شجر القناة حتى أبد إرسالها هجرة إليه بريدا ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا وما أخلقنا من جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. هذا وأنة الحسين قد وصلت إلى الخيام، ما بالك بقلب العقيلة زينب وهي تسمع أنة أخيها الحسين. يقولون هذه الأنة وصلت إلى الأعداء، فاختلف جيش عمر بن سعد فيما بينهم، ذوبت قلوبهم أنة الحسين. إذا ذوبت قلوب هؤلاء الغلاظ الشداد الذين قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لذاتيك القلوب القاسية، فما بالك بقلب العقيدة زينب المتعلق بالحسين. زينب سلام الله عليها ما تمالكت حتى جاءت وقفت على ذلك التل وتوجهت إلى المولى أبي عبد الله الحسين، قالت أنتك أبو علي، زينت أنة الخيام. كلما أنت أبو علي قامت أنة الخيام، لذلك كل بقلب العقيلة وقفت على ذلك التل تريد مساعدة من الحسين، فجعلت تنادي الحسين ثلاثا: يا حسين يا حسين حبيبي يا حسين. قام الحسين، الله يرزقنا وياك الوصول إلى كربلاء. قام الحسين ومشى وكبى على حر وجهه، قام ثانيا مشى كبى على حر وجهه، قام ثالثا مشى كبى على حر وجهه. الله يرزقنا وياك الوصول من تزور راس الحسين وتجعد راس الحسين تطلع، يقول لك لا تطلع من باب القبلة بل مل إلى يمينك شوية وروح إلى منحر الحسين، زور منحر الحسين، لعلها هذه هي الخطوات التي خطاها الحسين يوم سمع زينب سلام الله عليها. هي نادت يا حسين، هو ايش قال لها بلسان الحال؟ وايش قال لها؟
قال نسغ من بقلبي يا وديع مزع عشاق. المعنى عندك بعد انت، وانت تحب الحسين، وهاي وجدانيات من العطية رحمة الله عليها، وجدانيات يعني لسان الحال. حسين شلون بتلك الحالة؟ أنا سغمل بقلبي يا وديعة مزح شاي، مثلث ولا تمكن تطلع لا من قفا، لكن تخلوني الله أكبر أموت وما حد وياي، جيب لي سكينة قبل ما يفرق البيت. ردت عليه قالت يا نور العين والله تحيرت بيك، تمنيت اجي يمك واشوف العلة البيك، لو هدوى قلبي لفت قلبي وداويك، واغسل يا عقلي طبرتك بمدامع العين. هذه مقطوعة من العطية. المقطوعة الثانية وهو يهن على مولاي كربلاء، شو يقول من العطية؟ يقول فت القلوب حسين بالولة الخفية، وهدت قواه جروح 1900، زينب على الترشاب حل حسين بالعين تشوفه موسد داغش العالم بلوني، صاح الرجس بن سعد وين اللي يذبح حسين، فطر مرايرنا بحلونا الخفية. اتناخوا على حز الكريم وصار لصياح، وكل من دنا منا ارتعد من شوفته وراح، ومن الرعب حتى من ايده صار مطاح، وسفا غش عليه وبقى مدرمية. وان كان هذه الابيات تحكي رواية مقتل الحسين سلام الله عليه، لكن هي بقلبك بعد. وشمر الخنا من عاينه مربي لفاله، وصدر الحول أسرار من رب الجلالة، يا غيرة الله داسه الطاغي بن عالة، فتح عيونه وانتبه شبل الزجية، قال لش مرادك؟ قال قصدي حز راسك، ما حد جسر قبلك على صدرك وداسك، راح الجلد من عندك وشدت مراسك، وانا الذي باجر عكاس المنية. قال للسبط ما جيتني بحومة الميدان وقت اشتعال الكون ومجاول الفرسان، وانا وحيد وضيقت بالجثث وديان، تلقى المنية عاد لو قربت لي. شتريد ابو علي؟ قال انا ريد قطرة ماي قبل تحز نحري، وخفف الوطع يا لعين وغير صدري، ضام تذبحوني وهذا الماي يجري من جهود جدي ووالدي ويحرم علي. حسين بعدك لا غنى عيش ولا لذة مشارب، ها نحن بعدك يا غريب الدار أمسينا غرائب. يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء. الموتى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحوج ما يكون إلى دعائكم دعاء الأحياء، وهذا تعلمناه من القرآن وتعلمناه من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من دعا لذلك،
وهو أول من سن سنة الوقوف على قبور الموتى، خصوص على قبور الشهداء، قبور الأولياء. رسول الله، نتعلم من رسول الله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وطبق ذلك عمليا في مسيره إلى قبر أمه، في مسيره إلى قبور أهل البقيع، في مسيره إلى قبور شهداء أحد، عرفانا بمنزلتهم، عرفانا بوجودهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد مفقودنا السعيد من اجتمعنا لشأنه وتأبينه في واسع رحمته. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، تغمده يا ربنا برحمتك، وعرف بينه وبين محمد وآله في مستقر رحمتك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والمعصومين بنيه، أن تفرج عنا يا الله، تفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، وتقضي حوائج السائلين للدنيا والآخرة. شافي اللهم جميع المرضى، رد جميع الغرباء، فك جميع الأسرى، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا ربنا يا إلهنا. إلى روح هذا الشهيد وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، نهدي له ولهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.